السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا درس الهرمونات في الانسان، وهناخد مقدمة الهرمونات في الانسان، وكمان هناخد الغدة النخامية بالتفصيل. سبق واخدنا الهرمونات في النبات بالتفصيل، ارجعوا لفيديو الحركة والهرمونات في النبات عشان ما يفوتكوش جزء الهرمونات في النبات. الدرس من النهاردة مهم جدا جدا، في تفاصيل كتير لكن سهل، سهل مع المذاكرة يبقى سهل جدا كمان. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. هرمونات في الإنسان. أول سؤال ممكن تسأله لنفسك لما تسمع كلمة هرمونات، إزاي العلماء اكتشفوا الهرمونات؟ أول عالم فتح مجال البحث أو بدأ في مشوار الهرمونات ده كان العالم كلود برنارد. العالم كلود برنارد كان بيدرس الكبد، فلقى إن الكبد له إفراز داخلي وإفراز إيه؟ خارجي. الإفراز الداخلي للكبد كان هو السكر المخزن في الكبد، فاعتبر إن إفراز الكبد الداخلي هو السكر، أما الإفراز الخارجي فلقى إن هو العصارة الصفراوية. طبعا هو ما كانش لسه يعرف حاجة عن البنكرياس ولا عن عصارات الكبد ولا الكلام ده كله، فهو لقى إن الكبد ليه إفرازين، العصارة الصفراوية واعتبرها دي الإفراز الخارجي للكبد، والعصارة والإفراز الداخلي للكبد كان هو إيه؟ كان هو السكر. وقف هنا العالم ده، يعني قال إن في أجهزة في الجسم لها إفرازات معينة. طيب ووقف هنا العالم كلود برنارد، واللي جه كمل بعده العالم مين؟ العالم ستارلينج. الموضوع ده بدأ معاه هو العالم ستارلينج، كان بيدرس البنكرياس. كان بيدرس ايه؟ البنكرياس. لأن البنكرياس بيفرز عصارته الهاضمة أول ما الطعام بيوصل فين؟ بيوصل الاثنى عشر. طيب بيوصل فين؟ بيوصل للاثنى عشر. طيب ازاي البنكرياس عارف ان الطعام وصل للاثنى عشر؟ ازاي يعني انا الاكل نزل من المعدة على الاثنى عشر؟ ازاي؟ ايه المنبه اللي راح للبنكرياس قال له ان الطعام وصل للاثنى عشر؟ ازاي؟ السؤال ده العالم ستارلينج سأله لنفسه. انت مثلا لو انا سألتك ازاي البنكرياس عارف ان الاثنى عشر فيه طعام ومفروض ان هو يفرز عصارته الهاضمة عشان توصل للاثنى عشر ويبدأ هضم الطعام، هتقول لي الطبيعي ان انت هتقول لي ان المخ مثلا بعت سيالات عصبية للبنكرياس عشان يفرز الهرمونات بتاعته، عشان يفرز العصارة بتاعته ويوصلها لفين؟ للاثنى عشر. بس عالم ستارلينج كمان فكر في الموضوع ده، فكر ان البنكرياس ممكن يجيله سيال عصبي من المخ ينبهه انه يفرز عصارته الهاضمه على الاثنى عشر، فعمل ايه؟ قطع جميع الاتصالات العصبيه للبنكرياس. قطع جميع الاتصالات العصبيه بالبنكرياس. طيب لقى العالم ستارلينج ايه؟ لقى ان بالرغم من قطع جميع الاتصالات العصبيه بالبنكرياس الا ان البنكرياس مازال برضه اول ما الطعام بيوصل للاثنى عشر مازال بيفرز عصارته الهاضمه. تمام؟ يبقى اذا البنكرياس المنبه اللي بيوصل للبنكرياس مش منبه عصبي. المنبه اللي بيوصل للبنكرياس مش منبه عصبي. اما المنبه ايه؟ منبه كيميائي. منبه كيميائي يعني رسائل كيميائية. يعني رسائل ايه؟ رسائل كيميائية. طيب الرسائل الكيميائية دي العالم إرنست ستارلينج سماها ايه؟ سماها الهرمونات. سماها ايه؟ سماها الهرمونات. نقول الحدوتة دي تاني. أول واحد فكر في موضوع الهرمونات أو موضوع الإفرازات بشكل عام هو كان العالم كلود برنارد. ما تنسوش تشوفوا الفيديو بتاع العالم كلود برنارد، هيضيف لكم معلومات كتير. العالم كلود برنارد كان بيدرس الكبد، لقى إن الكبد ليه إفرازين، إفراز داخلي وإفراز خارجي. الإفراز الداخلي قال إن هو السكر، والخارجي قال إن هو العصارة الصفراوية. ده نبه العلماء إن ممكن يكون في أجهزة مسؤولة عن إفرازات معينة في الجسم لها وظائف معينة. جاء بعده العالم إرنست ستارلينج. العالم ستارلينج عمل إيه؟ كان بيدرس البنكرياس، لقى إن البنكرياس بيفرز عصارته الهاضمة أول ما الطعام يوصل فين؟ للإثنى عشر. طب إيه اللي عرف البنكرياس إن الطعام وصل أصلاً للإثنى عشر عشان يفرز عصارته الهاضمة ويبدأ هضم الطعام في الإثنى عشر؟ طبيعي يعني الإجابة اللي معظم الناس عارفينها إن البنكرياس مثلاً هيجيله سيال عصبي من المخ مثلاً، فهينبهه إن الأكل وصل للإثنى عشر فيفرز عصارتك الهاضمة عشان تبدأ عملية الهضم. فعمل إيه؟ قطع جميع الاتصال العصبي بالبنكرياس.
فلو هو قطع، لو هو فعلا اتصال عصبي من المخ او سيال عصبي من المخ، فمعنى كده ان انا لما اقطع جميع الاتصالات العصبيه البنكرياس هيتوقف عن شغله. لكن المفاجاه ان البنكرياس متوقفش عن شغله وفعلا استمر في انه يبعت يفرز عصارته بشكل طبيعي جدا وتوصل عصارته لل 12. ده معناه ان الرسائل اللي وصلت للبنكرياس او المنبه اللي وصل للبنكرياس مش منبه ايه؟ مش منبه عصبي، انما هو منبه كيميائي او رسائل كيميائيه. العالم إرنست ستارلينج هو مكتشف الهرمونات، عشان كده سمى الرسائل الكيميائية دي سماها باسم الهرمونات. دي لفظ يوناني معناه المواد المنشطة. مين بقى اللي بيفرز الرسائل الكيميائية دي؟ الاثنى عشر نفسه بيبعت رسالة أو منبه كيميائي للبنكرياس يقول له افرز العصارة بتاعتك، تمام؟ يعني الرسالة ما بتجيش من المخ للبنكرياس، لا، بتيجي من الاثنى عشر نفسه بيبعت رسائل كيميائية للبنكرياس. طبعا بيوصل الاثنى عشر، الاثنى عشر فيه مواد أو مخاطية بتبقى في جدار الاثنى عشر، بتفرز إفرازات بتمشي في مسار الدم لحد ما توصل البنكرياس، تنبه البنكرياس إن هو يفرز العصارة الهاضمة بتاعته. يبقى احنا كده عرفنا ازاي العلماء اكتشفوا الهرمونات. اللي بدأ في الموضوع ده العالم كلود برنارد، واللي اكتشف فعلا الهرمونات هو العالم ستارلينج. ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن العالم ستارلينج عشان كمان تعرفوا معلومات اكتر عنه، بما انكم يعني ناس علميين فلازم تكونوا عارفين معلومات اضافيه عن العلماء. بعد ما العلماء كملوا دراستهم وكملوا عمليه البحث العلمي، قدروا يعرفوا ايه هو جهاز الغدد الصماء وايه هي الهرمونات الخاصه بكل غده ووظيفتها في جسم الانسان. اول حاجه عايزاكم تعرفوا ان الغدد الصماء تاني جهاز، تاني اهم جهاز بعد الجهاز العصبي اللي بيتحكم فيه وظائف الحيويه. يعني عايز اقول لكم ان جميع وظائف الجسم المختلفه كلها بتكون تحت سيطره التحكم العصبي الهرموني. عايزين بقى نعرف يعني ايه هرمونات، يعني ايه كلمه هرمونات. اول حاجه عايزاكم تعرفوا ان الهرمونات مواد كيميائيه. تاني حاجة عايزاكوا تعرفوا ان هي مواد عضوية، يبقى مواد كيميائية عضوية. بتكون ايه؟ بتكون يا اما من بروتين معقد او احماض امينية او احماض دهنية اللي بنسميها استرويدات. يبقى دي اول حاجة عرفناها عن ايه الهرمونات. تاني حاجة عايزاكم تعرفوا ان الهرمونات بتفرز بكميات قليلة جدا جدا، بتقدر بالميكروجرام، ودي نسبة قليلة جدا، يعني مقدارها 1 على 1000 من الميلي جرام. يعني انتوا تخيلين، لان اي زيادة او نقص في الكمية القليلة جدا دي بتعمل خلل صعب وفظيع جدا في جسم الانسان. يبقى احنا عرفنا ان الهرمونات مواد كيميائية، مواد عضوية، بتتكون من بروتين معقد او مواد بسيطة زي الاحماض الامينية او الاحماض الدهنية للاستيرويدات. عرفنا ان هو بيبقى موجود بكميات قليلة جدا جدا، بتقدر من ميكرو جرام، وان اي خلل زيادة او نقص في الكمية القليلة دي بيعمل مشاكل خطيرة جدا. تالت حاجة عايزاكم تعرفوها ان هو ان الهرمونات يا اما تكون مواد محفزة يا اما تكون مواد مثبطة، يعني مهدئة بس هي في الغالب تكون مواد محفزة او ايه او منشطة. ايه اهمية بقى الهرمونات بشكل عام؟ الهرمونات بشكل عام بتحافظ على اتزان الجسم، يعني هي لما يكون الجسم بيشتغل بشكل سليم وبشكل متناسق ده بيحافظ على اتزان الجسم، تمام، او عملية الاتزان الداخلي. يعني الجسم بيحافظ على بيئة معينة عشان يقدر يقضي الوظائف بتاعته بطريقة سليمة، ده معناه اتزان الجسم. اللي بيحافظ على البيئة المعينة دي هي في الغالب بتكون الهرمونات. يبقى الهرمونات وظيفتها من أهم وظائفها إن هي بتحافظ على اتزان الجسم، بتتحكم كمان في نمو الجسم ونمو الأعضاء، وكمان بتتحكم في عملية النضج الجنسي، كلها طبعا تحت سيطرة الهرمونات، وكمان بتتحكم في عملية التمثيل الغذائي اللي هو الهدم والبناء والأيض والكلام ده، هتاخدوا كل الكلام ده بعدين برضه هتفهموا أكتر. وكمان بتتحكم في سلوك الإنسان العاطفي، وهقول لكم ليه بيتحكم في سلوك الإنسان العاطفي. في هرمونات عندنا بنسميها هرمونات السعادة، تمام، بنسميها هرمونات إيه؟ هرمونات السعادة، وهبقى أعمل لكم فيديو عن موضوع هرمونات السعادة وهرمونات الإكتئاب. الغدد 3 أنواع، صماء وقنوية ومختلطة،
تمام. صماء يعني معنى كلمة صماء يعني صماء يعني ما فيهاش قنوات من الدخن، يعني لا قنوية. تمام. طيب الغدد الصماء بيكون إفرازها إيه؟ إفرازها داخلي، بيكون إفرازها داخلي، يعني الإفراز بتاعها بيبقى الإفراز بتاعها بيبقى داخل الغدة نفسها، وعملية نقل الهرمون للدم بيحصل برضو داخل إيه؟ الغدة. فعشان كده أنا عندي، لو عندي غدة صماء زي مثلا الغدة النخامية، الغدة دي بتكون مشبعة بالشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية دي هي اللي بتنقل الإفراز على طول لإيه؟ لمجرى الدم. يبقى بيكون إفرازها داخلي، بتصب على طول الإفرازات بتاعتها في مجرى الدم، زي إيه؟ زي الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الكظرية مثلا، دي أمثلة، هناخد كل الغدد دي بعدين. طيب يعني ايه غدد قنوية؟ يعني غدة فيها قنوات من الداخل. تمام. زي مثلا ايه؟ زي يبقى دي افرازها ايه؟ افرازها خارج، الافراز بتاعها هيخرج بره الغدة، هيبقى في قنوات تخرج الافراز بتاعها بره الغدة، وبعد كده الدم ينقلها لبقية الجسم، بتصب الافرازات بتاعتها داخل قنوات خاصة، يبقى زي الغدد اللعابية. تمام. ومثلا برضو الغدد العرقية، لو انتوا فاكرين انا عندي الغدد العرقية اللي عندي الغدة مثلا بتبقى في جذر كده او مرتبطة بالشعرة، بتفرز افرازاتها في قنوات بتوصل العرق اللي عندي ده لخارج سطح ايه؟ الجلد، عشان تحصل عملية ايه؟ التعرق. يبقى انا عندي الغدة متصلة بقناة، القناة دي بتوصل الافراز لمكان اللي عندنا معين. بقى الغدد المختلطة. الغدد المختلطة بتكون ميكس بين الغدد الصماء والغدد القنوية، يعني تاخد خواص الغدة الصماء والغدة القنوية. من أمثلة الغدد المختلطة البنكرياس والخصية، الاتنين غدد ايه؟ مختلطة. عندنا مثلا البنكرياس بيكون جواه جزء بيفرز هرمونات، الهرمونات دي بتكون متصلة بإيه؟ بقنوات. القنوات دي بتاخد الجزء بتاع الهرمونات ده توصله لجزء معين أو عضو معين، زي مثلا الاثنى عشر. عندنا جزء تاني بقى بيكون متصل بشعيرات دموية بتنقل الغدد الإفرازات بتاعته أو الهرمونات بتاعته لمكان معين في الجسم. يبقى أنا كده عندي حاجتين، عندي جزء من البنكرياس نقل الإفرازات بتاعته أو الهرمونات بتاعته داخل قنوات ووصلها لمكان معين، فبالتالي بقت إيه؟ قنوية. وعندي جزء تاني في البنكرياس هيفرز الهرمونات بتاعته والشعيرات الدموية هتنقلها لمجرى الدم على طول، وبالتالي بقت غدد إيه؟ صماء. وده يوضح لنا إزاي الغدد المختلطة ميكس بين الصماء والقنوي، يعني فيها جزء هيبقى قنوي، هيبقى فيه قنوات توصل جزء الهرمونات بتاعتها لمكان معين، وفيها جزء تاني الهرمونات هتتنقل عن طريق الدم. عايزاكم تشوفوا معايا الرسمة دي كده في كتاب الامتحان، ده مثال للغدة القنوية. تمام. انا عندي الغدة اهي هتفرز افرازاتها، الافرازات بتاعتها هتدخل جوه قناة، القناة دي هتوصل الافراز لمكان معين، قلنا زيها مثال ليها الغدة اللعابية او الغدة العرقية. طيب المثال التاني، عندي غدة صماء زي اللي قدامنا دي، الغدة الصماء هتفرز اللي هي الخلايا المربعة، هتفرز هرمونات، الهرمونات الغدة من جوه بيبقى فيها شعيرات دموية أو أوعية دموية، الأوعية الدموية دي هي اللي هتاخد الهرمون اللي تم إفرازه من الغدة الصماء وتنقلها لمجرى الدم عشان تروح للعضو المستهدف اللي هي راحله. عندي هنا مثلا ده مثال للغدد عندي هنا مثلا غدة زي غدة البنكرياس، ركزوا في الغدة دي كويس، دي غدة ايه؟ مختلطة. مختلطة يعني فيها جزء هيشتغل على انه غدي وجزء هيشتغل على انه قنوي. لو لاحظتوا هنا انا عندي مثلا حويصلات اهي، اللي بنسميها غدد حويصلية، موجودة داخل البنكرياس نفسه، هتفرز الافراز بتاعها تمام وتنقله عن طريق قنوات معينة لحد ما يوصل مثلا للاثنى عشر او المكان اللي هي المفروض تروح، هنا وصلت للاثنى عشر. في نفس الوقت عندي جزء تاني بنسميه جزر لانجر هانز، وده هتاخدوه قدام، بيفرز افرازات معينه لكن ما بينقلهاش داخل القنوات دي، لا هي شعيرات الدمويه هتنقلها لمجرى الدم على طول عشان هتروح مكان تاني غير الاثنى عشر. يبقى الغدد المختلطه هي غدد الغدد المختلطه هي غدد بتجمع بين حاجتين، جزء فيها قنوي وجزء غير قنوي. عندنا مثلا في البنكرياس عندنا حاجه اسمها حويصلات، الحويصلات دي بتفرز افرازاتها داخل القنوات، القنوات بتنقلها لمكان معين. عندها جزء تاني بنسميه جزر لانجر هانز، الجزء ده لما بيفرز افرازاته مفيش قنوات بتنقله لكن بينقله عن طريق ايه؟ الدم.
انا عندي الغده النخاميه، عندي جزء غدي، جزء الغدي ده بيبقى من بيبقى موجود في الفص الامامي والفص الاوسط. الجزء الغدي بيفرز نوعين من الهرمونات، الهرمون الاول الجروث هرمون او هرمون النمو، مسؤول عن عمليه الايض او التمثيل الغذائي، مسؤول عن عمليه النمو، مسؤول عن تصنيع البروتينات. تمام، لو حصل خلل في الجروث هرمون اللي بيحصل، لو حصل خلل سواء كان زياده او نقصان مع هرمون النمو بيحصل مشاكل يعني صعبة جدا وما بتتحلش. يعني زي لو في مرحلة الطفولة، لو الخلل ده حصل في مرحلة الطفولة بالزيادة، بيحصل عندي حاجة اسمها العملاقة، يعني الشخص بيكون عملاق، جسمه عملاق. لو نقصان بيحصل عنده حالة اسمها القزامة. يبقى أنا عندي هرمون النمو لو حصل عندي فيه خلل في مرحلة الطفولة، لو زيادة في إفراز الهرمون يحصل عندي حالة عملاقة، يعني الشخص يبقى شكله عملاق. لو حصل عندي نقص بيبقى عندي حالة إيه؟ قزامة. لكن في مرحلة البلوغ، لو عندي زيادة في إفراز الهرمون ده هيحصل عندي حاجة اسمها حالة الأكروميجالي. عندي لو حصل عندي زيادة في هرمون النمو في مرحلة البلوغ بيبقى عندي حالة اسمها حالة الأكروميجالي، بيحصل نمو في عظام في العظام الطويلة في الجسم زي الإيد والأصابع والأقدام، وكمان بيحصل عندي تضخم في عظام الوجه. يبقى عندي استطالة في عظام الإيد والأقدام والأصابع، وبيحصل عندي كمان تضخم في عظام الوجه. تمام، طيب ده ايه؟ ده الجروس هرمون. يبقى احنا قلنا الغده النخاميه فيها جزء غدي، اول هرمون بتفرزه هو هرمون النمو، بيتحكم في عمليه الايض وعمليه النمو وعمليه تصنيع البروتينات. لو حصل فيه خلل في مرحله الطفوله بزياده افرازه بيحصل عندي حاجه اسمها العملاقه، يعني الشخص بيكون ضخم. لو حصل عندي نقصان بيحصل عندي حاله قزامه، يعني الطفل ده بيكبر على انه قزم. في حاله البلوغ لو حصل زياده في الافراز بتبقى عندي حاله اسمها حاله الاكروميجالي، وبيحصل ساعتها استطاله في العظام الطويله في الجسم زي الايد والاقدام والاصابع، وبيحصل كمان تضخم في عظام الوجه. تمام، لكن لو ما فيش، هو بعد مرحله البلوغ، هو بعد مرحله البلوغ هو خلاص وصل لمرحله البلوغ وجسمه اكتمل، فما ينفعش ان هو يحصل نقص، ما فيش نقص اصلا لو في هرمون النمو. لو حصل عنده نقص مش هيعمل له مشاكل صعبه، لكن هيعمل له مثلا ايه؟ مشاكل في تصنيع البروتين، هيعمل له مشاكل في عمليه الايض، لكن مش هيأثر على طوله او شكل جسمه. يبقى ده الايه؟ ده الهرمون الاول من الجزء الغدي اللي هو الجروث هرمون. الجزء الثاني بقى معانا اللي هو ايه؟ انا عندي الجزء الثاني بتبقى هرمونات منبهه. هرمونات منبهه يعني الجزء الغده النخاميه، الجزء الغدي فيها بيفرز هرمونات، الهرمونات دي وظيفتها ان هي بتنبه باقي الغدد. عشان كده احنا قلنا عن الغده النخاميه اللي هي ان هي المايسترو، عشان كده قلنا ان الغده النخاميه هي المايسترو او هي سيده الغدد اللي بتتحكم في باقي الغدد، عشان الجزء الغدي فيها بيفرز هرمونات منبهه بتنبه باقي الغدد. طب الهرمونات المنبهه دي زي ايه مثلا؟ زي الهرمون اللي بينبه الغده الدرقيه، منبه الغده الدرقيه. المنبه للغده الدرقيه ده بنرمز له بالرمز تي اس اتش، وظيفته ان هو بينبه الغده الدرقيه ان هي تفرز هرمون الثيروكسين. هرمون ايه؟ الثيروكسين. تمام، طيب تاني هرمون معانا هو الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية. خدوا بالكوا هو ما بيعملش حاجة اكتر من هو ينبهها، يحفزها، يقول لها، يقول للغدة الدرقية افرزي هرمون الثيروكسين، ويقول لقشرة الغدة الكظرية افرزي الهرمونات بتاعتك. يبقى هو هينبه القشرة الكظرية، قشرة الغدة الكظرية ان هي تفرز الهرمونات بتاعتها. تالت حاجة معانا، تالت هرمون معانا الهرمون المنبه لإفراز اللبن، المنبه لإفراز اللبن او البرولاكتين من الغدد من الغدد اللبنيه. الهرمون ده بيبقى موجود عند الرجال والسيدات. بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود عند الرجال والنساء، لكن تاثيره عند الرجال ما بيبقاش موجود. هو موجود لكن ما فيش، ما بيبقاش ليه تاثير. لكن عند النساء لما الغده النخاميه بتنبه
الغدد الثدييه لما الغده النخاميه بتفرز هرمون منبه لانتاج البرولاكتين، الهرمون ده بينبه الغدد الثدييه ان هي تفرز ايه اللبن عشان يتم ايه ارضاع الطفل. تمام. طيب رابع حاجه معانا الهرمون المنبه لايه المناس اللي عندي او الاعضاء اللي هي التناسليه عند الذكر والانثى، ان هي تفرز هرمونين، هرمون اسمه الاف اس اتش وهرمون اسمه ال اتش. الاف اس اتش ده وظيفته عند الانثى، هنا خدوا بالكم الاثنين دول هيشتغلوا على الانثى والذكر في حاله البلوغ. ماشي. في حالة البلوغ الأنثى في حالة الـ FSH هيعمل إيه؟ هيخليها تكون حويصلات في المبيض. ماشي؟ طيب وهتحولها، هتحول الحويصلات دي لإيه؟ هتحولها لحاجة اسمها حويصلة جراف. بالكوا انا بتكلم عن الـ FSH في الانثى، هيكون حاجه اسمها حويصلات في المبيض. الحويصلات في المبيض دي هتتحول ليه؟ حويصلات ايه؟ جراف. لكن في الذكر الـ FSH هيعمل ايه؟ هيكون حاجه اسمها انيبيبات. الانيبيبات وظيفتها ان هي هتكون الحيوانات المنويه في الخصيه. يبقى انا عندي الهرمون المنبه للمناسل اللي الغده النخاميه بتفرزه، هيروح للمناسل هينبه المناسل ان هي تفرز هرمون ال اف اس اتش وهرمون الايه ال ال اتش. هرمون ال اف اس اتش ده هياثر على الانثى وهياثر على ايه؟ على الذكر. اللي المبيض في الانثى يكون حاجه حويصلات في المبيض، الحويصلات دي هتتحول لايه؟ لحويصله ايه؟ جراف. في الذكر هيكون حاجه اسمها انيبيبات، الانيبيبات ديت هتتحول للحيوانات المنويه. طب ال ال اتش ده بقى وظيفته ايه؟ ال ال اتش في الانثى وفي الذكر. في الانثى هيعمل ايه؟ هيكون حاجه اسمها الجسم الاصفر. كل ده هناخده في عمليه في درس التقاصر، وتعرفوا يعني ايه ويصل الجراف، وتعرفوا يعني ايه جسم اصفر، وتعرفوا كل الحاجات دي. في الذكر هينبه الخصيه ان هي تكون الهرمونات اللي ايه، ان هي تفرز الهرمونات الذكريه زي هرمون التستوستيرون وهرمون الاندروستيرون. عايزه اراجع معاكم الجزء بتاع الغده النخاميه تاني عشان نقفل الجزء ده. احنا قلنا ان ده شكل الغده النخاميه، الغده النخاميه بتبقى موجوده اسفل المخ في متصله بمنطقه بنسميها منطقه تحت المهاد. تمام. طيب هنفرض ان دي منطقه تحت المهاد وهو ده شكل الغده النخاميه. الغده النخاميه بتبقى مكونه من 3 فصوص، الفص الامامي والفص الخلفي وفي بينهم من الداخل الفص الايه الاوسط. الجزء ده بنسميه عنق الغده النخاميه او العنق العصبي. تمام. عندنا في افرازات بتكون غديه للغده النخاميه وفي افرازات بتكون ايه؟ بتكون عصبيه. كل الافرازات اللي باللون الاصفر ده، كل المربعات او الاجزاء اللي باللون الاصفر ده دي افرازات الجزء الايه الغدي، واللون الاخضر ده الجزئين دول افرازات الجزء الايه العصبي. الجزء الغدي اللي هم الخمس مناطق دولت بيتم افرازه من الفص الامامي والفص الاوسط. انا عندي الجزء المسؤول عن الافرازات الغديه هو الفص الامامي والفص الايه الاوسط. اول هرمون بيتم افرازه معانا من الغده النخاميه وهو هرمون مهم جدا اللي هو الجروس هرمون او هرمون النمو. قلنا ان هرمون النمو مسؤول عن نمو الجسم، عن تصنيع البروتين، عن عمليه الايض، وان الخلل فيه سواء بزياده او نقصان بيسبب مشاكل جدا. لو انا عندي الخلل في مرحله الطفوله بيحصل عندي عمليه بالنقص، بيبقى هيحصل عندي قزامه، وبالزياده هيحصل عندي عملاق. لكن في مرحله البلوغ لو بالزياده هيحصل عندي حاله اسمها اكرومجالي، واحنا خدنا الجزء ده قبل كده. ولو بالنقص هيحصل عندي مشاكل في عمليه الايض وفي عمليه تصنيع البروتين. تمام. طيب يبقى ده ايه؟ جروس هرمون. عندي هرمون تاني اسمه هرمون التي اس اتش او هرمون الثيروكسين، وظيفته ان هو بينبه الغده الدرقيه. عندنا التي اس اتش او الاي سي تي اتش او البرولاكتين او الاف اس اتش زائد ال اتش، الاربعه دولت وظيفتهم ان هم هرمونات او منبهه للغدد. اول هرمون من الهرمونات المنبهه التي اس اتش اللي هو هرمون الثيروكسين، وظيفته انه بينبه الغده الدرقيه ان هي تفرز افرازاتها. ثاني هرمون معانا اللي هو الاي سي تي اتش، بنسميها مجموعه الهرمونات الاسترويديه، بتنبه قشره الغده القذريه ان هي تفرز هرموناتها. ثالث هرمون معانا الهرمون البرولاكتين، وده بيتم افرازه من الغده النخاميه عشان يحفز الغدد الثدييه ان هي تفرز اللبن اثناء عمليه ايه
الرضاعة. رابع هرمون معانا من الهرمونات المنبهة، عندنا هرمونين اللي هما الهرمونات المنبهة للمناسة. الهرمون دولت هيأثر على الذكر والأنثى. خلونا عارفين إن في مرحلة الطفولة الهرمونات دي بتأثر برضو على إتمام عملية التكوين الجنسي للطفل، إن الأعضاء التناسلية بتاعته تكتمل من الداخل ومن الخارج. دي في عملية إيه؟ دي في مرحلة الطفولة. أما في مرحلة البلوغ فهو الـ FSH أو الـ LH الاتنين هيأثروا على الذكر والأنثى. الـ FSH هيأثر على الأنثى إنه هيكون حاجة اسمها حويصلات في المبيض، الحويصلات ده هتنمو لحد ما تكون لي حويصلات جروف، تمام. الـ LH على الأنثى هيساعد على تكوين الجسم الأصفر، تمام. ودي الحاجات دي هتاخدوها بعدين في اجزاء التكاثر، وتعرفوا يعني ايه جسم اصفر ويعني ايه حويصلات جراف والكلام ده كله. في الذكر فال اف اس اتش بيساعد على تكوين انيبيبات بتكون الحيوانات المنويه، لكن ال ال اتش بيعمل على تكوين الخلايا البينيه في الخصيه، وكمان نبه لافراز هرمونات الذكوره زي التستيرون والاندروستيرون. خلاص يبقى احنا عرفنا ال اف اس اتش وظيفته ايه عند الذكر والانثى، وال ال اتش وظيفته ايه عند الذكر والانثى. عايزه اقول لكم ان هرمون البرولاكتين موجود عند الذكر والانثى، لكن هو مبيأثرش على الذكر لان ما بيتمش عمليه الرضاعه. هو الهرمون البرولاكتين موجود عند الذكر والانثى، لكن بيأثر عند الانثى بس اثناء عمليه الرضاعه، تمام. طيب عندنا بقى الهرمونات العصبيه. احنا قلنا الجزء العصبي او الهرمونات العصبيه في الغده النخاميه بيتم افرازها من الفص الخلفي وعنق الغده النخاميه، او بنسميه العنق العصبي. عندنا بقى الجزء العصبي اللي هو 6 و7، ده الجزئين دولت هما الجزء العصبي في الغده النخاميه. الجزء العصبي فيه او الهرمونات العصبيه في الغده النخاميه بيتم افرازها من الفص الخلفي وعنق الغده النخاميه او العنق العصبي. عندنا الفص الخلفي ده عندي بيكون عندي خلايا عصبيه، تمام، بنسميه خلايا العصبيه المفرزه. الخلايا العصبيه المفرزه هي اللي بتفرز الهرمونات العصبيه. بيتم تخزينها فين؟ بيتم تخزينها في الفص الخلفي، تمام. يبقى الفص الخلفي وظيفته فقط ان هو يعتبر مخزن لافرازات الخلايا العصبيه المفرزه. طب ايه بقى الافرازات اللي او الهرمونات اللي الخلايا العصبيه المفرزه هتفرزها؟ هرمون الاي دي اتش وهرمون الاكسيتوسين. هرمون الاي دي اتش بنسميه الهرمون بينظم عمليه ادرار البول او الهرمون المدرولي للبول. طب ازاي العمليه دي بتحصل؟ العمليه دي بتحصل عن طريق ان انا عندي البول اول ما بيتكون في الكليه، اللي بيحصل ان الهرمون ده هرمون الاي دي اتش بيتم افرازه من الغده النخاميه، بيعمل على تنبيه النفرونات الموجوده في الكليه ان هي ترجع تاني تمتص كميات الميه الزياده في البول، فده بيقلل كميات الميه ايه في البول، فبيقلل عدد مرات دخول الحمام، بيقلل كمان العرق، بيقلل العطش، عدد مرات العطش، لانه بيوفر كميات ميه للجسم. هيبقى هو هنا بيقلل ادرار، بينظم ادرار البول وبيقلل كميه الميه في البول. تاني حاجه كمان هو هرمون بينظم رفع ضغط الدم. اوقات بيجي لك السؤال على الهرمون ده برمز الفي اتش. لما يسالك عن الفي اتش اعرف ان هو الهرمون اللي بينظم ضغط الدم او بيعمل على رفع ضغط الدم، تمام. اخر هرمون معانا من الهرمونات العصبيه هو الاكسيتوسين. هو بينظم تقلصات الرحم اثناء عمليه الولاده. تقلصات الرحم اللي هو المقصود بيها الطلق، اوقات الاطباء بيستخدموها في صوره صناعيه لو ما حصلش مثلا طلق اثناء عمليه الولاده، بيستخدموها في صوره صناعيه عشان يحفزوا الرحم ان هو يحصل فيه تقلصات. كمان هو بيحفز نزول الحليب بعد عمليه الولاده. طيب احنا كده عرفنا افرازات الغده النخاميه، سواء كانت الافراز اللي هو جروس هرمون او اللي هو الهرمونات المنبهه او الهرمونات العصبيه. وبكده نكون خلصنا الغده النخاميه وراجعنا عليها، اخذنا انشاف الهرمونات، خصائص الهرمونات، انواع الغدد والفرق بينهم، اخذنا كمان الغده النخاميه بالتفصيل وهرموناتها الغديه والعصبيه. في الفيديو اللي جاي هناخد الغده الدرقيه وجرات الغده الدرقيه. ذاكروا كويس وحلوا اسئله، ولو في اي اسئله واقفه عليكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا احلها معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.